هنعرف ونتكلم عن الدعم النفسي ازاي بيكون لمريض السرطان او لاي حد من اللي حواليه. طبعا خليني اقول لحضرتك في بدايه الامر بتبقى صدمه لما المريض بيعرف الخبر ده، سواء كان من الدكتور، لان زي ما حضرتك ذكرتي طبعا في المقدمه الدكتور بالنسبه له بيقابل حالات دي كتير وبيقابل حالات بمراحل مختلفه، فبيبدا يوصل الخبر بدون تمهيد او بيوصل الخبر بدون مثلا اخد بالي من الكلام. الحقيقه في ناس بتبقى يعني عادي بس في ناس واخده بالها قوي من الحكايه دي، يمكن معظم الدكاتره لان هم بيقابلوا ده كتير، فلا احنا يعني هنعمم مثلا بنسبه 90%، فالدكتور بيبقى متقبل ان هو يتكلم طبيعي بطريقه مباشره. لكن بعض الاشخاص هي اللي ما بتبقاش متقبله ان هي تعرف الخبر بطريقه مباشره. فبالتالي هنا دور الاهل مهم جدا، دور الاهل مهم جدا، ازاي امتص الصدمه دي مع المريض وازاي ان انا استوعبها معاه وازاي هو نفسه يبقى مقتنع بالحاجه دي. احيانا كتير قوي لما بنتعرض لصدمات بنبقى رافضينها، بنبقى خايفين منها، خاصة لو الصدمة دي صدمة مرضية، ان الانسان طول الوقت هيبقى حاطط في دماغه حاجة واحدة بس. انا هموت امتى؟ طب ايه اللي هيحصل معايا؟ اكيد كل مرحلة همر بيها هتبقى اسوأ من المرحلة اللي قبلها. فبالتالي بتلاقي الشخص ده داخل في حالة اكتئاب وبطريقة بسرعة جدا، بيجري في الحتة دي بسرعة جدا. صحيح. وتلاقيه بدأ ينعزل. احنا طبعا عشان احنا محددين مرضى السرطان النهاردة، خلينا نتكلم عن انه فعلا اول حاجه بتيجي، اول موضوع بيجي في دماغ البني ادم ده او الانسان اللي بيعرف ان هو عنده سرطان او يتقال له المرض، هو بيجي في دماغه الموت فعلا. دي حقيقة. ويمكن يعني درجه الوعي اللي زادت في الفتره الاخيره خلت الناس الموضوع بقى اهدى شويه، لكن هو الحقيقه ان هو بيفكر في كده. واحنا طبعا دايما بنقول انه الموت مش مستني مرض، وان الموت الحقيقه بيجي في اي وقت ربنا هو اللي كاتبه، وانه مفيش مرض هو اللي بيسبب الموت. ده كل واحد مكتوب اجله ومكتوب ميعاده ومكتوب وقته، كلنا هنموت في ميعادنا اللي ربنا سبحانه وتعالى كاتبه لنا. لكن الاحساس اللي بيجي بسبب ده هو اللي المفروض ان احنا نتعلم ازاي نتخلى عنه. يعني ما هو الفرق هنا في ايه؟ احنا كلنا مقتنعين وعندنا طبعا يقين بالله ان الموت ده ما بيبقى من غير سبب وفي اي لحظه، بس لما المريض بيتعرض للمرض ده فبيبقى اكتر حاجه متخوف منها مقتنع انه هيموت، بس هو مش عارف يموت امتى، هيموت امتى. فبالتالي ما بيفكرش في اي حاجه غير في مقدار الاذى او مقدار الضرر اللي هو بيبقى فيه طول الوقت لحد ما يوصل طبعا للنهايه الموت. بس بما ان السوشيال ميديا دلوقتي بقت تعمل حاجات كتير وبرامج توعيه كتير، وفي نفس الوقت برضو بتحسس المريض لا هو مش اخر حاجه في الدنيا، والمرض فيه نسب كتيره جدا منه في الشفاء، وحتى طريقه الادويه اتغيرت وطريقه الجلسات اتغيرت. فبيبدا يطمن شويه، لكن هو في وقت الصدمه ما بيبقاش مستوعب بيعمل ايه. فهنا بنقول ان اللي حوالين منه اللي هي اسرته واصحابه واقرب المقربين ليه، هم هنا ليهم دور جامد جدا او دور كبير جدا في شفائه. صحيح. الدعم النفسي مهم عن ان انت تبقى مواظب على ادويته ومواظب على جلساته. هو دايما بيبقى حاسس اللي قدام منه انه بدا يهتم بيه اكتر، بدا يحبه اكتر، بس حب غير مشروط. يعني انا ما بقدمش ده ليك او ما بهتمش بطريقه زياده عن اللزوم عشان احسسك ان انت في ظروف معينه، لا، لاني ده نابع مني وخوف مني، لان انا خايف عليك في المرحله دي. ابدا اشاركه في حاجات كتير، ابدا اشاركه في تفاصيله، مواعيد ادويته، مواعيد جلساته، مواعيد الدكتور، ابدا انا ابقى مهتم بيها. ما ادلوش الفرصه ان يدخل مع نفسه في حاله الانعزال وفي حاله اكتئاب، ان هو يبقى قاعد زعلان ورافض يتعامل مع اي حد. ابدا ان انا حتى ادخله في اي انشطه اجتماعيه بسيطه في الفتره دي، حتى لو اسريه، بلاش اجتماعيه تبقى واسعه بالنسبه له ويعمل فيها مجهود. ابدا احسسه بقيمته معانا وبدوره معانا هو مازال مستمر. وفي نفس الوقت برده مابقاش محسسه ان انا بعمل ده بمبدا الشفقه. مهم جدا ان انا وانا بوصل احساسي اني اوصله صح اللي قدامي، ممكن اعمل نفس الحاجه بس بطريقه مختلفه فيوصل اللي قدامي طبعا بطريقه مختلفه. هنا عايزين نقول ان المرضى الكانسر بيبقوا حساسين قوي، بيبقوا مستنيين اي كلمه من اللي قدامهم تطبطب عليهم، بس مش حابين ان هم يشوف في عينك شفقه او رحمه او نظره خوف عليهم او ضعف منهم. هو اكيد يعني الموضوع ما بيبقاش سهل لا على الشخص نفسه المريض ولا على اللي حواليه. يعني حتى مثلا لو الام هي اللي تعبانه وعندها بنت او ولد، او الاولاد عامه بيبقوا قلقانين برضه، بيبقوا خايفين برضه، بيبقوا حاسين انه لا قدر الله ممكن يفقدوا العزيز عليهم ده في لحظة. طب وهل هي هتيجي امتى؟ وطبعا ده برضو بنقول لهم نفس الكلام، لكن هو نفسه برضو بيبقى محتاج حد يطبطب عليه او يحسسه ان هو ان المسؤولية دي هو هيبقى قدها وانه ان شاء الله هيعدي منها وحاجات كتير. عشان كده الدعم هنا اعتقد ان هو متبادل.
الدعم متبادل، بس انت ازاي توصلي الثقه في النفس اللي قدامك ان هو موقف واختبار من ربنا وان هو هيعدي بيه، وايا كان اللي مكتوب له من ربنا فهو هيشوفه. ازاي اخليه قوي من جواه، حته القوه ان هو يبقى عنده اراده ان هو ياخد الادويه بتاعته بانتظام، وفي نفس الوقت يبقى عنده شعور ايجابي انه هيخف، مهم جدا في نسبه الشفاء. مهم جدا كمان انه يحس ان هو مش لود على اللي معاه، مش لود على البيت، مش لود على الاسره. مهم جدا كمان لما يبقى قاعد معانا ما حسسوش ان كل المود اختلف وكلنا بقينا متضايقين وزعلانين وخايفين عليه، صعبان علينا بالظبط وهو قاعد وسطينا. لا، فانت بتحاولي توفري له جو بيت هادي طبيعي زي الاول الى حد ما، بس نسبه اهتمامك بيه كاسره هيبقى اكتر وهيبقى اعلى. نسبه متابعتك ومشاركتك معاه في كل تفاصيله دي حاجه مهمه جدا بالنسبه له. دايما انت اللي تساليه محتاج مني ايه، طول الوقت انت تساليه، لان الفتره دي بالنسبه له هو بيحس ان هو تقيل على نفسه وتقيل على الناس، فممكن حاجات كتير قوي يبقى محتاجها وما يطلبهاش. حاولي توفري له متطلباته اللي انت شايفاها من وجهه نظره ممكن تريحه. جو البيت، بلاش مشاكل، بلاش زعيق، بلاش صوت عالي، بلاش توتر. القلق والتوتر اللي بيبقى في الولاد او في قرايبه مهم جدا ان هو ما ياثرش عليه. حتى لو انت قلقانه فانت مش لازم ان انت تبيني له، مش لازم يبقى باين له هو، لكن خلينا نقول ان هو كمان بيبقى محتاج المشاركه، يعني زي ما احنا هنشاركه في حاجته اللي هو هيبقى عايزها محتاجها، هو كمان محتاج يعني في اول بقى فترات بعد فترات العلاج الصعبه بيبتدي بقى يمر بمراحل اهدى شويه في العلاج، فيقدر يشارك في اي حاجه، ما يبقاش خلاص هو كده تعبان مريض نسيبه هو على جنبه ونعمل احنا كل حاجه. احنا محتاجين ان هو يشارك حتى في الاوقات اللي هو جسديا تعبان فيها. يشارك بايه؟ يشارك بفكره، يشارك برأي، يبقى طول الوقت مشارك. ان احنا مش محتاجين نحسسه ان انت عندك ظروف معينه فانت دورك بدا يقف بالزبط. واحنا انت بقيت في حاله انعزال فعلا، واحنا بنتعامل ونتصرف لوحدنا. فالمشاركه مهمه جدا حتى وهو تعبان، زي ما قلت لحضرتك مشاركه بسيطه. ان انت بتقعدي جنبه، ان انت تقولي تاخدي رايه في حاجه، تحسسيه بدوره ما زال موجود لحد دلوقتي. صحيح. وفي نفس الوقت برضو حته المشاركه بتاعتك معاه دي مهمه جدا بالنسبه له. هيعرف قيمته عندكم، او هيعرف ان هو قد ايه حد غالي وحد انتوا بتحبوه. اكتر فتره بنحتاج فيها اللي حوالينا فتره تعبنا او فتره الازمه اللي احنا بنمر بيها، حتى لو مش تعب جسدي. صحيح. هي دي الحاجه الوحيده اللي بتحسسنا بالترابط وتحسسنا ازاي احنا مرتبطين بالشخص اللي قدامنا.